بنتكلم على زراعة حديثة ونظم ري حديثة. أنا عايز أقول للناس في مصر، شبابنا بالذات، تعال بصوا شوفوا اللي بيتعمل بإيدين إخواتكم. إحنا بنتكلم في حجم هائل من الأراضي، لما هتروحوا تشوفوه أنتوا هتطمنوا أولا، وكمان مش هنسمح إن حد يعبث بعقول شبابنا يقول لهم ده كلام مش حقيقي. التلاتة ونص مليون فدان بنسابق الزمن عشان دول يخشوا الخدمة في أسرع وقت ممكن. احنا بنشكر سيادتك يا ريس على زيادة السعر وتوريد الجنب، واحنا طبعا معاك في الكل في الحلوة والمرة يا ريس، ونشكر حضرتك يا ريس وتحيا مصر. متشكرين على مبادرة إزرع وعلى زيادة سعر الجنب وعلى الخير اللي بتعملوه للبلد، وتحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر، ربنا يبارك فيك وجويك على اللي انت بتعمله. الهدف الاول ان المواطنين تاكل كويس، ياكل اكل صحي ليه هو وابنائه. واحنا بظهرك يا ريس، متشكرين يا ريس جدا، واحنا بظهرك واحنا معاك يا ريس، والله متشكرين يا ريس، الف شكر، متشكرين يا ريس، احنا بظهرك يا ريس، متشكرين على القرار ده يا ريس، والله متشكرين، متشكرين جدا. بنشكر الريس وبنشكره كمان على الامن، واحنا معاك وراك يا ريس، على الحلوه وعلى المره ووراك، وبنحييك وبتحيا مصر، وبندعي لك ربنا ينصرك وربنا يجويك وربنا يا رب تحيا مصر، وحافظ الله مصر وشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة، وكل عام وأنتم بخير. خلي بالكم لإخواننا اللي في الريف، الأرض اللي معاكم غالية جدا 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 جدا، فأنتوا استفيدوا منها أحسن ما نهدرها في تعدي عليها او تبويرها. يا جماعه انتوا شايفين النهارده العالم كله عنده مشكله في الانتاج الزراعي، والطلب بيزيد عشان النمو السكاني حتى في مصر، يعني فارجو ان احنا نخلي بالنا من الارض ديت ونخدم عليها عشان هي هتجيب خير كتير قوي خلال الفتره اللي جايه. هذا خير مصر يا ريس، وهذه الجامحة هوت، واحنا نشكرك على الزيادة اللي تزودتها لنا، ونشكرك في الأمن والأمان، ويحيى مصر. انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء، احنا بنتكلم على تجميع مية صرف زراعي عملت صحرات وصلت المية شرق القناة في سيناء، اتعملت محطة بحر البقر والمحسمة عشان المية دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط مية تانية إلى الأراضي التي يمكن زراعتها.